هذا سائل يقول: قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هل جاء عند العلماء أو أهل التفسير أن المقتصد في الآية هم أصحاب الأعراف الذين لا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذه الأمة المراد بهم هذه الأمة، أورثها الله القرآن، أورثها الله القرآن. وكان عند اليهود والنصارى كتبهم التوراة والإنجيل، فأورث الله هذه الأمة القرآن، وهو كتاب للجميع، ما يسع أحد من أهل الأرض أن يتبع إلا القرآن، لأن الكتب السابقة نسخت بنزول القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة، قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم.